من شيبر فريش الى محمد حبيبي كل ممتازه ممتاز محمد بوت والعناني كوره صلاح النادر بن زرتي على الرواق شبت قيروان ذكر يعني في الجوله السابعه ذهبا الهلال كان انتصر في حمد العواني بالقيروان 3-1 مباراه نرجع لطبيعه الاجواء المباراه في اللايف على الموقع الرسمي للشبه على اليوتيوب قارة في وسط الميدان وهي خطط العملية الهجومية كورة ممتازة الفتحة خطيرة ترجع من الدفاع قبل ما توصل لجنين عبد السلام إلى اليسر الأجلاسي بلمسة واحدة لأنتونيو كبوتو وأنتونيو كبوتو معاه في المدخل عبد الرحمن بوزرة يرجع خطيرة الكورة التمهيد إلى علي العامري عامري داخل منطقة الجزاء ومقص من جديد ياسين العامري ياسين العامري ياسين العامري بلمسة واحدة لاتجاه فابي برمضان ياسين العامري هدف ثاني من جي اس كار
بس العملية الترجي ترجع رأسية أولى غزالة الأحمر والأسفل خديسي عملوا من غير خديسي خديرة كانت لجالي إعادة محمد أمين نادر نادرقارة أكثر حضور في هذه المباراة يسم يكون موجود في كل مكان في كل شبر أرضية الميدان حبوا غلادياتور حبوا مقاتل كرة ترجع من جيد إلى جيرين عبد السامر نفسه كانت كثيرة من جيد العملية كرة ياسر الجلاسي كدي غالة الحارس الرياضي فريوي بوتو بوك بوتو مهد علي العامري علي العامري علي العامري داخل منطقة الجزاء حاب يرفيها علي العامري معاه عبد الرزاق بوزرة وسلنا بس كيما بالرمضان هذه الرمضان بلمسة واحدة تمشي من الكرة والدفاع عبد الرزاق بوزرة يرجع قاعد يكون بي سيرجي سيكو أتسو في المباراة في البنغوي يبحث عن المنصد والكرة دائما عن طريق اللاعب عبد الرزاق بوزرة عبد الرزاق بوزرة يتقدم الكرة والكرة الهجوم الشبيب علي العامري علي العامري الكرة في الدفاع الدفاع أحمد عمار أحمد عمار
سيدا ساكي. انتظار في ضربة المخالفة، حمزة يحط الكرة، يطول الكرة ولا تغطية من غيث المعروف في منزلة محاولة اختيرا للشبيبة فنتقل.